بسم الله الرحمن الرحيم. اس بي ستوديو ترحب بيكم في درس جديد. النهارده هنتكلم ازاي نفصل صور بيت ماب جوه الكورل درو من غير ما نرسمها وفي دقائق معدوده بتكنيك بسيط جدا. ان شاء الله تستوعبوه ويبقى درس سهل ولذيذ ويفيدكم ان شاء الله في شغلكم. جات لي رسمه من عميل. الرسمه دي عشان افصلها، تمام. الرسمه دي المفروض زي ما احنا شايفين حجمها حوالي 21 × 16، هو عايز تبقى حوالي 30 سنتي. هي صوره بتماب RGB 72 dpi. اول حاجه هعملها هكبرها، هو عايز يوصلها 30 سنتي. او من هنا على طول كده 30، ادي اول خطوه، تمام. الخطوه الثانيه هعمل لها ريسامبلنج علشان ارفع ريزولوشن بتاعها من بيتماب ريسامبل، هرفعها ل 300. انتر، اصبحت عندي الرسمه RGB بيتماب 300 dpi. الخطوه اللي بعد كده هعمل ايه؟ هدخل، انا دي عباره انها اتنين لون زي ما احنا شايفين، اورنج فاحمر، تمام. اول خطوه هعملها هدخل على افكت ترانسفورم واعمل لها انفرت. خلاص انا كده شلت ايه الباك جراوند بتاعتي واختزلت في الاتنين لون الموجودين دول. هضغط على بلس عشان اعمل نسخة تانية، هاخدها كده بعيد دلوقتي. الخطوة الاولانية ان انا هحول دي الارضية اللي هتشيل الشبكات، احنا شايفين كده يعني بعد ما عملت انفرت بقى تعتبر انها تركواز في كحلي. طيب اول انا محتاج ارضية تشيل الشبكات، شبكات اللي هي الكحلي هنا دي، تمام. ازاي؟ هدخل على بيتماب كونفرت بيتماب، هحولها لجري سكيل، انتيالايزنج شغال، ترانسبيرنسي باك جراوند اوكي. الخطوه الثانيه هدخل على بيت ماب اسف على افكت ادجست تون كيرف. طب ايه بقى في التون كيرف؟ عشان اخلي ده بلاك 100%، هعمل حافل الاول اللوك ده عشان اي خطوه اعملها هنا يبقى ليها ابديت على طول. اهو كده شوف النتيجه تاني، عشان اشيل الابيض اللي موجود هنا. هرفع هعمل ريسيت تاني. عشان اشيل الابيض اللي موجود اهو، تحولت عندي لابيض واسود، تمام. هقول له اوكي. الخطوه اللي بعد كده هدخل على بيتماب مود بلاك اند وايت على لاين ارت، خلي بالكوا تحت هي جري سكيل بيتماب، هحولها لاين ارت بلاك اند وايت. ممكن ضغط هنا صغير عشان نشوف الدنيا شكلها ايه. نظبط شوية هنا اللاين ارت، هنا المنطقة دي اهي، هقول له اوكي. كده بقى عندي لو بصينا هنا في الفيل وفي الاوتلاين هنلاقي ان الفيل بتاعنا ابيض والاوتلاين اسود. هلغي الفيل خالص عشان تبقى ايه ترانسبيرنسي، مفيش حاجة اهو زي ما احنا شايفين اهو الورقة بتاعتنا، وده اللون الاولاني.
اللي هو المفروض هو احمر، اسف، ده هنلونها بالاوت لاين. خلاص طيب، الخطوه الثانيه هعمل من دي دبل كيت برضو بلس واخدها هنا. ايه الغلط؟ عشان اشوف بس لما احولها لجري سكيل واشوف الشبكات اقارنها بالصوره الاصليه. هدخل على بيت ماب، كونفرت بيت ماب لجري سكيل، اقول له اوكي، نفس الخطوات اللي فاتت. هنا بقى هدخل على كنترول بي عشان يديني البرايتنس والكونتراست والانتنستي. هضغط على اللوك عشان اي تعديل هنبقى ايه اون فلاي على طول على الطاير، يعني اي حركه هنعملها هنشوف النتيجه بتاعتها على طول. انا تقريبا انا كنت طبعا ايه، انت هنتحرك شويه في السلايدز دي، هنقرب هنبعد عشان نغمق ونفتح زي ما احنا شايفين. المفروض ان الشبكات اللي هي الزرقاء دي اللي هي المنطقه دي كده اهو اللي هنا باينه اهي، ممكن نغمق شويه او نفتح شويه او نقلل شويه من ايه من الكونتراست والبرايتنس، تمام، لغايه ما نوصل للشكل تقريبا اللي ايه اللي زي ده تقريبا يعني اهو. هقول له اوكي. الخطوه اللي بعد كده ادخل على بيت ماب، على افكت، ادجست تون كيرف، حاجه بسيطه بقى عشان اغمق برضه. هفتح ايه، عامل اللوك دوت عشان اغمق وافتح شويه زي الكيرف بتاع الاس اللي موجود العادي بتاع الفوتوشوب اهو. نغمق شويه اهو، تمام، تقريبا المنطقه دي كده لسه عايزه يعني تغمق سنة. كده تقريبا رجعنا المنطقة اللي هنا دي كانت طايرة تقريبا، راضي عنها. هقول له اوكي. الخطوة اللي بعد كده هدخل على بيت ماب مود بلاك اند وايت على هاف تون بقى اهي، هغير الشكل الراوند، هنخلي هنا بالانش، هنخليه هنا 35 زي ما احنا شايفين كده اهي، تحولت لايه لشبكات. الزاويه بقى تحكم فيها 45 22 90 زي ما انت عايز الشبكات حسب ما بتشتغل فيها في الشبكات بتاعتك. هنا طبعا 35 لاين بالانش، وكل ما هنقلل الرقم كل ما الشبكه بتتخن، وكل ما هنرفع بالرقم كل ما الشبكه هتقل. يعني لو خليناها 10 مثلا، بص هنا الشبكة حجم النقطة كبر، تمام، خلينا مثلا 35 40، خلينا 40 تبقى الشبكة معقولة في طبعا بالانش. هقول له اوكي. هي اتحولت لشبكات، متقلقوش من المنظر اهو، ادي النقطة اهي، تمام، F3 F3. الخطوة اللي بعد كده لما نيجي نبص هنلاقيها بقت برضو مونوكروم بتماب، هنشيل فيها بقى عندي ارضيه بيضه والاوتلاين اسود، هنشيل برضو الارضيه والاوتلاين كان اورنج تقريبا، هنعمل كده الاثنين مع بعض، هنعمل سيلكت الاثنين مع بعض اي وسي. طيب هعمل دي انفرت بتماب افكت ادجست ترانسفورم انفرت عشان نرجعها زي ما كانت، وزي ما احنا شايفين تقريبا كده الرسمتين. دبل كليك على المربع هنا عشان هيديني حوالين الصفحه مربع كبير، هملاه اسود. ادي النتيجه تقريبا في خلال دقايق وبخطوات بسيطه، ما اتحركناش من الكورل، جوه الكورل حولنا بتماب من غير ما نرسم ومن غير ما نتعب نفسينا في دقايق لفصل اتنين لون زي ما العميل طالب بنفس المواصفات تقريبا وبالشبكات اللي حددناها. ونقدر نطبعها بكده. يكون درس النهاردة انتهى، ارجو ان يكون استفدت منه، وان شاء الله نتقابل في درس تاني
مع تحياتي مهندس وائل طاهر.